يقول السائل: هل يجوز طواف النافلة عن الغير؟ لم يرد به دليل عن الغير، إنما ورد الدليل بالحج الكامل عن الغير أو العمرة الكاملة عن الغير، أما طواف فقط هذا لم يرد به دليل. لكن بعض الفقهاء يقول لا بأس به لأنه طاعة، فيقاس على ما إذا كان تجوز النيابة، إذا كان تجوز النيابة في الحج كله وفي العمرة كلها فتجوز النيابة في بعضها كالطواف، ولكن الصحيح إنه ما يطاف عن الغير طواف تطوع، إنما يحج عنه أو يعتمر. نعم.